يشكو كربلائيون من قرار إيقاف العمل بالقرار 25 الخاص ببيع عقارات الدولة، في وقت تؤكد بلدية المحافظة أن التوسع السكاني فرض إيقاف العمل بالقرار. ما تزال تداعيات وقف العمل بالقانون 25 الخاص ببيع أموال الدولة تتصدر المشهد العام في كربلاء، فبعد سنوات على وقف سريان هذا القانون شهدت المدينة ردود أفعال مختلفة، أهمها الموقف الرسمي الذي وضع بجانب النمو السكاني. هذا يسترعي أنه هنالك محددات، يجب هنالك أن يكون توسع عمراني يعني يترافق مع التوسع والنمو السكاني. قرار المادة 25 صدر قرار مجلس الوزراء هو إيقاف العمل به بالموافقات الجديدة، فقط المعاملات القديمة التي بها مصادقات قديمة سابقة ماضين بإنجازها ما لم تكن هنالك تعارض قانوني أو فني يمنع من استكمال هذه المعاملات. مواطنون كانوا قد قدموا طلبات لشراء بعض العقارات ممن وصفوا ما حصل معهم بالضرر العام، رفضوا قرار الحكومة المحلية بوقف تنفيذ القانون دون بقية المحافظات لدواع تتعلق بالرشوة والاختلاس وسط غياب معالجات حقيقية لمسوغات تعطيل القانون بحسب آرائهم. قرار المادة 125 فاد الفقير، ليش اليوم كل العالم معته وفقرة أمورها تعبانة، فأول يوم لما يحصل له قطعة يأخذها بالأقساط 20 سنة هو راح يستفاد، بس هي المادة 25 استفادت من أتى الناس اللي متنفذة، الوزراء المسؤولين الكبار استفادت من هاي، لأنه أخذوا مقاطعات كبيرة بقرار المادة 25. وتشهد كربلاء منذ مدة ليست بالقصيرة حركا اقتصاديا لشراء عدد من العقارات والأراضي المملوكة للدولة، وهو ما خلق أزمة خانقة تسببت بارتفاع أسعار العقار بمعدلات عالية لتصنف على إنها المدينة الأغلى من بين عدد من المدن في العالم. ناشد المحافظة وناشد رئيس الوزراء على هذا المشروع مع القرار 25، لأن الناس تعبانة وما عندها، وهاي فرصة يعني ما عنده وين يتوجه، لأن حتى الصحاري صاعدة ما عنده يشتري بيها، ما يقدر يشتري بيها لأن كلها مجمعات. الناشد أولا محافظ كربلاء المقدسة، يعني سوينا صورة حل بأن احنا هسه الله وكيلك، يعني حتى مشينا ما عندنا، يعني واحد يريد يشيل ما عنده، يعني بالحالة شلون نبن اسمه نقعد بالشارع هم الله يقبلها؟ والله العظيم يعني احنا تبهدلنا، صار ان يعني عمرنا كله تبهدلنا ولا واحد من عندهم يعني فكر بينا. تعليمات تتعلق بالقانون رقم 25 لبيع وشراء أملاك الدولة تسببت في الآونة الأخيرة بأزمة حادة في سوق العقار، والجميع يترقب وضوح هذه التعليمات في الإبقاء على القانون من عدمه. من مدينة كربلاء المقدسة، مآثر طالب، قناة الرابعة.